بسم الله الرحمن الرحيم، معلش على العذر، يعني عذرا على التكنيكال ايشو ده. انا طبعا ليا الشرف اكون معاكم اليوم مع الكوكبه بصراحه من الخبره في مجال انفكشن كنترول في المملكه. المحاضره اليوم اللي هقولها لكم اللي هي ليها علاقه بالكواليتي كونسبت في الدنتال سيتنجز. هنتكلم تقريبا معظم النقاط اللي هنتكلم عليها اليوم هي تقريبا اتكلمنا عليها على مدار الامس واليوم، بس هنتكلم عليها من وجهه نظر كواليتي بوينت اوف فيو. هنتكلم هنا على بعض النقاط الاساسيه في محاضرتنا، الفاندمنتال اليمنتس نيدد تو بريفنت ذا ترانسميشن اوف انفكشوس ايجنتس ان دنتال هيلث كير سيتنجز. نمبر 1 بوليسيز اند بروسيجر، ده حاجه اساسيه، المبادئ الاساسيه اللي انت تعمل برامج مكافحه عدوى في الدنتال سيتنجز. رقم واحد ان احنا نبدا ناسس البوليسيز اند بروسيجرز اكوردنج تو ذا سكوب اوف سيرفيس لكل دنتال كلينيك او دنتال سيتنجز. نمبر 2 وي ويل ديسكاس الاليمنتس اوف انفكشن كنترول براكتسز ان دنتال يونت. انا اتطرق بسرعه للنقاط الهامه في برامج مكافحه العدوى في عيادات ومراكز الاسنان. نمبر 3 ويل توك اباوت بوليسي امبلمنتيشن، ازاي نقدر نطبق بقى السياسات دي. وهنتكلم هنا في الجزء بتاع الامبلمنتيشن على التولز والكواليتي تولز والكواليتي كونسبتس اللي احنا ممكن نستخدمها في مجال تطبيق السياسات دي. وهنتكلم على الادوكيشن والتريننج للستاف الدنتال هيلث كير بيرسونال سيفتي، ازاي نبدا نركز على السلامه والصحه المهنيه للستاف في عيادات ومراكز الاسنان، ازاي نقدر نعمل بروجرام ايفالويشن نقيم البرامج، ازاي برنامج مكافحه العدوى في الدنتال سيتنج ازاي نقدر نعمل له ايفالويشن. هنتطرق برضه لكونسبت بسيط عن مبادئ الاسترلايزيشن والديس انفكشن للبيشنت كير ايتمز والديفايسز والانفيرمنتال انفكشن بريفنشن اند كنترول. وهنا في الجزء ده برضه هنذكر الدنتال ووتر كواليتي. فاتفقنا اساسا البيزك البدايه هنبدا نعمل برنامج مكافحة عدوى في العيادات الأسنان ومراكز الأسنان، يبقى number one we need to start to develop policies and procedures. Infection prevention must made a priority in any dental healthcare setting. وهنا المسؤول عن تطبيق وتنفيذ برامج مكافحة العدوى في المنشأة في عيادات الأسنان ومراكز الأسنان whatever المسمى الوظيفي if infection control coordinator or officer or practitioner or head whatever، هنا بيبدا يكون هو عنده المسؤوليه. He is responsible for developing written infection prevention policies and procedures based على evidence based guidelines international accepted guidelines او national guidelines، على regulations ال MOH regulation وعلى accepted standard national like for example سباحي standards and or international. البوليسز والبروسيجرز مختلفة تماما عن اللي احنا اتكلمنا عليه فوق، وال should be tailored to be ident to should be tailored لل setting نفسه لل scope of surface و should be evaluated و reassessed on a regular basis. باختصار المسؤول مكافحة العدوى في عيادات الأسنان ومراكز الأسنان مسؤول رقم واحد على اللي هو يبدأ ينشئ سياسات وإجراءات تخص برامج مكافحة العدوى في المنشأة. البرامج دي لازم تعتمد على الجايدلاينز الناشونال والانترناشونال وعلى المعايير. الجايدلاينز لما بتيجي تنزل بتنزل لكل المنشآت بصفة عامة. أنا باخد الجايدلاينز دي as a base عشان أبدأ أصمم بيها البوليسي بتاعتي اللي هي لازم تكون متماشية مع السكوب اوف سيرفيس. أنا مثلا عندي دنتال لاب أو ما عنديش فور إكزامبل، فلو ما عنديش خلاص يبقى لا داعي لذكرها مثلا في البوليسي بتاعتي. الستاندردز لما بتطلع مثلا الستاندردز الغرض منها او الديفينيشن بتاعها اللي هي نقول دي المينيمم ريكويرمنت تو امبلمنت ا سبجكت، فده اقل المطلوب عشان نقدر نحقق المعيار او المتطلب ده. لكن انا لما باجي اصمم سياسه، السياسه الهدف منها ان انا احقق او كومبلاي مع الستاندرد، احقق متطلبات المعيار ده. فباختصار البيز اللي بشتغل عليه هي الجايد لاينز ريجيليشن الستاندرد، اطلع بيها المنتج النهائي اللي هي السياسات والاجراءات، والسياسات والاجراءات لازم تكون متماشيه مع السكوب اوف سيرفيس
ولازم نعمل لها ايفالويشن اون ريجولار بيسس. دايما في الايفالويشن نقول الايفالويشن اكوردنج برضه للهوستل او للسيتنج او الدنتال سنتر بوليسي اللي هي المذر بوليسي، اللي الايفالويشن ده بيتعمل كل سنتين او كل 3 سنين or if needed، لو في فيرجن جديد طلع، لو في نيو جايد لاينز طلعت او ابديتد فيرجن ظهر. الاليمنتس اللي محتاجينها، ايه النقاط اللي لازم نتطرق ليها في جميع اجراءات وسياسات الانفكشن بريفنشن اند كنترول في الدنتال سيتنج؟ رقم واحد طبعا اللي هو الهاند هايجين. هاند هايجين فيري امبورتنت، وهو ده البيزك، وهو ده اللي لازم يكون ليه سياسه خاصه. فلما نيجي نعمل سياسه للهاند هايجين لازم نذكر، لازم طبعا مبادئ السياسات دايما اي سياسه بنعملها لازم تكون كومبريهنسيف ويل ديسكريبتيف، ولازم تكفر كل النقاط اللي احنا بنتكلم عليها. فلما نيجي نطبق القانون ده اللي هو الكومبريهنسيف ويل ديسكريبتيف وكفر اول اسبيكت اوف انفكشن براكتسز ان دنتال هيلث كير سيتنج، يبقى لما نيجي نتكلم على الهاند هايجين هنا لا نتكلم على التايبس اوف هاند هايجين، ايه انواع البرودكت اللي بستخدمها في المنشاه بتاعتي، ايه الانديكيشن سواء كان للهاند ووشنج او الهاند رابنج، او لو انا كمان في عندي سيرجيكال او انفيزيف بروسيجر لو هعمل سيرجيكال سكرابنج ايه الانديكيشن، ايه الستبس، اشرحها بالتفصيل. كمان اتطرق على الميثودولوجي اوف مونيتورنج، ازاي انا كانفكشن بريفنشنست اقدر اعمل مونيتورنج للهاند هايجين، ازاي اقدر اعمل كالكوليشن، ازاي اقدر اعمل امبروفمنت. النقاط دي كلها لازم تذكر في اي سياسه هاند هايجين ل اني دنتال يونتس. كمان لو هنيجي نتكلم من النقاط المهمه جدا في السياسات اللي في الدنتال يونتس هي البي بي ايز، لو هنيجي نطبق برضه نفس المبادئ دي الكونسبت ده، يبقى لازم البوليسي تكون ويل ديسكريبتيف وكومبريهنسيف وكفر اول اسبيكتس. يبقى هنقول انواع البي بي ايز، ان كانت جلوفز لايك نيترايل او بيوترايل رابر او سترايل فور اكزامبل، وهنذكر الانديكيشن انا امتى استخدم الجلوفز وامتى استخدم كل نوع. فور اكزامبل الاسترايل، احنا وي ار يوزنج الاسترايل وايل وي ار بيرفورمينج سيرجيكال بروسيجرز، الماسك السيرجيكال ماسك، ال N95 ماسك، الريسبيريتور، الجوجلز اند فيس شيلدز فور ايروزول جينيريتنج بروسيجرز او سبلاشز، gowns whether it's استرايل جاون او نون استرايل جاون، والاسترايل جاون هنا الانديكيشن again when we are performing surgical procedure. فنفس الكلام يبقى هنا لما نيجي نطبق نفس القواعد، يبقى انواع البي بي اي ايه اللي هي البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، معدات الوقايه الشخصيه ايه، هي الانواع اللي انا بستخدمها في المنشاه الخاصه بيا، وايه هي الانديكيشن لكل نوع، انا بستخدم كل نوع ليه. وبعد كده لازم اتطرق على الميثودولوجي فور دانينج اند دافينج، ازاي الهيلث كير وركر يلبس الوقايات الحمايه الشخصيه بالطريقه الصحيحه وبالترتيب الصحيح، وبعد ما يخلص مهمته ازاي يقدر يعني يخلع الوقايات الحمايه الشخصيه برضه بالترتيب الصحيح وبالطريقه الصحيحه. ولازم نتطرق الى جزء خاص ب how to safely dispose او discard البي بي اي دي، ازاي اقدر اتخلص منها بقى according to the waste management policy اللي في المنشاه. وفي جزء لازم نتطرق فيه ازاي انا دوري كانفكشن بريفنشنست ان انا يكون عندي خطه او I will have a plan to ensure a continuous supply للبي بي اي. يبقى هي دي جميع النقاط اللي لازم نتطرق عليها في البوليسي اند بروسيجر اللي ريليتد للبيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت. برضه نقطه مهمه جدا ممكن تكون ليها سياسه لحالها وهي الاسيبتيك تكنيك، especially في البارنتال ميديكيشن while we are using المالتي دوز فايل. ساعات وخصوصا في الدنتال سيتنج ساعات بنستخدم الفايلز اللي هي ممكن تستخدم وتكون مخصصه اللي هي تبقى مالتي دوز، فممكن تكون نستطيع ان احنا نستخدمها لاكثر من مريض، فلازم يكون للموضوع ده ليه سياسه محدده عشان نعمل الانديكيشن فور يوزنج المالتي دوز فايل، مينيمايز اليوزنج اوف مالتي دوز فايل والبروبر يوز اوف مالتي دوز فايل. نقطة ممكن نتطرق ليها برضه مهمة جدا في الـ infection control practice في الدنتال سيتنج هي الكلينينج اند disinfection للإكويبمنت. أستاذة عيشة يعني شرحت الموضوع باستفاضة كبيرة، وهنا أنا بتكلم عليها من ناحية السياسات من ناحية الكواليتي. يبقى أنا الموضوع الكلينينج اند disinfection لازم يكون عندي سياسة خاصة بالكلينينج اند disinfection للإكويبمنت في المنشأة، ويكون البيز بتاع الكلينينج اند disinfection بوليسي مبني على الاسبوندنج كلاسيفيكيشن اللي اتكلمنا عليه.
في المحاضرات السابقة، وخصوصا أستاذ عائشة في المحاضرة اللي فاتت، واللي احنا ازاي نقدر نقسم الانسترومنت للثلاث انواع اللي هم الكريتيكال والسيمي كريتيكال والنون كريتيكال. الكريتيكال اللي هي الخطرة، اللي هي انتر التيشو انتر استرايل اريا في البادي، يعني هي بتبدا تخترق الجسم، تخترق الانسجه وتخش في منطقه المفروض اللي هي استرايل جوه الجسم. السيمي كريتيكال اللي هي كام ان كونتاكت مع ميوكاس ممبرين، هي الالات اللي هي ما بتخترقش الانسجه، هي بتتلامس مع الانسجه المخاطيه بس، زي الانف زي الاذن زي الحنجره مثلا. لو احنا بنتكلم هنا في السيمي كريتيكال في الدنتال سيتنج، يبقى هي الجميع اللي ممكن بتتلامس مع الاورال كافيتي مثلا، ميوكاس ممبرين اللايننج الاورال كافيتي من غير ما تخترق الانسجه. والنون كريتيكال اللي هي الايتيمز اللي هي بتتلامس او كام ان كونتاكت مع انتكت سكن، يعني كام ان كونتاكت وتتلامس مع سطح الجلد الخارجي بدون اي خدوش ولا تخترق اي انسجه، سواء كانت انسجه مخاطيه او انسجه بعد كده اللي هي الانسجه اللي هي ليتر زين سبكوتينيوس تيشو ماسلز وات ايفر. هنا بقى التقسيم الالات دي في الكلينينج اند ديسانفكشن، احنا في السياسه لازم نتكلم عن ده الجنرال رول، ده السبالدنج كلاسيفيكيشن، ونبدا نحدد انواع الالات اللي بستخدمها في الدنتال كير يونت، الدنتال يونت اللي عندي. ولازم اتطرق كمان بعد الميثودولوجي اوف كلينينج اند ديسانفكشن، لازم اتطرق الى النقطه اللي هي بنتكلم فيها بالتفصيل، لازم تبقى كومبريهنسيف السياسه بتاعتي ازاي اقدر اتعامل مع الالات بعد الاستخدام. How to deal with this instrument after usage, how to transport it to the CSSD. ازاي ابدا انقل ال contaminated instrument لل CSSD. كمان what kind of chemicals we are using in the CSSD. What kind of chemical we are using in cleaning and disinfection. And what kind of instrument or what kind of machine we are using for sterilization. يبقى هنا برضه بنتكلم عن المواد الكيميائية اللي ممكن نستخدمها في التطهير الكيميائي او التنظيف، وكمان اتكلم على انواع الاجهزه الاسترلايزر اللي هي اجهزه التعقيم اللي عندي في المنشاه. كمان لازم اتطرق على الرولز فور ستورج especially for sterile and clean dental supplies. برضه في جزء خاص هنا في السياسه لازم اتكلم عليه، على مواصفات التخزين، سواء كان مواصفات التخزين من ناحيه درجه الحراره، من ناحيه الرطوبه، من ناحيه temperature and humidity، من ناحيه ال requirement for storage، هخزن ازاي على شيلف، وهل ال spaces من ال wall من ال floor من ال من ال roof مطابقه للمعايير او related لل او complying مع ال accepted standard، المسافات ما بين ال wall اللي هي بتبقى 5 سنتيمتر for example، ما بين ال floor تبقى at least 40 سنتيمتر، من ال سوري من الفلور 18 سنتيمتر او 20 سنتيمتر في بعض المعايير، وتبقى تحت الروف اتليست باي 40 سنتيمتر. كمان من الاستورج ريكوايرمنت هنا الحاله بتاعت الباكجينج ايتم او الباكج، الستيتس بتاعت الباكج، هل هي نوت ستيند دراي نوت تورن، يبقى هنا لازم نتكلم على الباكج ستيتس في السياسه. لما نيجي نتكلم برضو على بقيه الاليمنتس اللي ممكن نذكرها او السياسات اللي ممكن نتطرق ليها في الدنتال يونت، ممكن نتكلم هنا على هاو تو ديل مع الدنتال بروسيسز او البروستونتنج، هاو تو ديل من ناحيه الكليننج اند ديسانفكشن، ازاي نقدر نعقم ونطهر اللي هي ادوات تقويم الاسنان والاسنان الصناعيه، how to deal with extracted tooth for example, what kind of waste we will bin we will use for example. فهنا ازاي نقدر نتعامل مع الاسنان اللي هي تم خلعها، how to deal مع البيوبسي specimen اللي will be sent to the lab for example. من ناحيه طبعا البي بي اي transportation, cleaning, disinfection after each patient. Dental unit waterline disinfection والtechnique for cleaning and disinfection the waterline، ده لازم يكون ليه سياسة خاصة، ازاي نقدر نعمل تطهير لخطوط المية اللي بتوصل للكرسي الأسنان للدنتال تشير. وهنا التكنيك ازاي بنبدأ
نعمل التطهير ده. What kind of chemical we are using, what kind of what type of chemical, how frequent you are doing this cleaning and disinfection. Usually احنا بنعمله في عندنا اللي هو الديلي اللي هو after beginning of each shift for example and between patient. وعندنا نوع تاني من التطهير اللي بنسميه الويكلي، فده لازم يشرح بالتفصيل في اي سياسه لاي دنتال يونت. كمان في جزء خاص بالكواليتي تيست، ازاي نقدر نعمل بروجرام فور ووتر كواليتي تيست في الدنتال كلينيك اكوردنج تو الستاندرد لكل المعايير الموجوده عندنا، سواء كانت اللي هي معايير وزاره الصحه او السباحي ستاندردز فور اكزامبل، تطرقت للموضوع ده احنا ازاي نقدر نعمل التيست، برضه الفريكونسي فور تيكينج ذيس تيست، ايه السامبل سايت، مين المسؤول عن التيست ده، وايه الاكسبتد رينج. فده كل ده لازم يذكر في السياسه. كمان البريكوشن، في نقطه مهمه في الدنتال راديولوجي يونت اللي احنا وات كايند اوف بريكوشن وي ار يوزنج، يوجوالي وي ار يوزنج ستاندرد بريكوشن، وتطرق ليها دكتور محمد بالتفصيل. بس هنا في الدنتال راديولوجي يونت برضه لازم نتطرق الى الجزء الخاص بالكلين اند ديسانفكشن افتر ايتش بيشنت، وات كايند اوف شيت او بلاستيك كفر وي ار يوزنج، ده مهم. جزء خاص بالامبلوي سيفتي او الامبلوي اوكيبيشنال هيلث بروجرام از هول في الدنتال يونت، وهنا لازم نذكر البرامج الخاصه بالستاف ايميونايزيشن از ابارت اوف بي امبلوي كلينيك بوليسي. كمان لازم نذكر الجزء الخاص بالاكسبوجر مانجمنت اللي هو البوست اكسبوجر مانجمنت، سواء كان بادي اند بادي بلاد اند بادي فلويد او شارب انجري او نيدل ستيك انجري. فهنا في سياسه خاصه لازم تكون وتعتمد على الام او اتش بروجرام فور اوكيبيشنال هيلث. وهنا السياسه دي لازم نتكلم فيها عن برامج التحصينات الخاصه بالعاملين في مراكز وعيادات الاسنان. لازم كمان نتطرق الى الاجراءات اللي احنا بنستخدمها عند التعرض للدم او السوائل الجسم او عند الاصابات الحاده او اصابات الوخز بالابر. كمان ممكن نضيف كمان اللي هو البوست اكسبوجر مانجمنت للكوميونيكابل ديزيز، يعني كمان ايه الاجراءات اللي انا اتخذها في حاله التعرض للامراض المعديه او الامراض سريعه الانتشار. فده لازم يكون مذكور في السياسه وبالتفصيل. في برضه تاني من الاليمنتس مهمه اللي بحبوك الكليه بوليسي لحالها الانفيرمنتال كليننج والديسانفكشن. وهنا بنتكلم هنا على تو سيرفيسز اكشولي، من دايما بنسميهم اللي هو كلينيكال سيرفيسز وهاوس كيبنج سيرفيسز، اللي هي الكلينيكال سيرفيس دايما اللي بنقول عليها ريسبونسابيلتي اوف ذا دنتال اسيستنت، والهاوس كيبنج سيرفيسز ريسبونسابيلتي اوف ذا هاوس كيبنج، دايما الاسطح المسؤول عنها المساعد الاسنان، وهي دايما الاسطح الكلينيكال الدنتال تشير مثلا اللايتس الاشياء اللي زي دي. الهاوس كيبنج سيرفيسز في الغالب بتبقى الفلورز الوول الكاونترز الاشياء اللي زي دي. هنا لازم نبدا نذكر الريسبونسابيلتي بتاعت كل بارتي، وهو ايه مسؤول عن ايه، وات تايب اوف كيميكالز هي برضه وي ار يوزنج، ايه هي الكونسنتريشن او الميكسينج دايلوشن انستراكشن للكيميكالز اللي بيستخدموها، ايه هو الكونتاكت تايم المفروض اللي احنا يعني نسمح بيه، والفريكوانسي فور كليننج، وده لازم يذكر بالتفصيل في السياسه. كمان لازم نذكر اليوزج اوف بارير سيرفيس بارير بين البيشنت اند افتر ذا كليننج بروسيجر. في سياسه ممكن نذكرها ومهمه جدا، وهي سنجل يوز ديفايسز والويست مانجمنت، طبعا اللي اتشرحت بالتفصيل مع دكتور سامح. السنجل يوز ديفايسز اكوردنج لاو فور اور ناشونال ستاندردز از نوت اكسبتد تو يوز، فلازم نكون عندنا سياسه واضحه اللي احنا وي ار نوت ريبروسس او يوز السنجل يوز ايتمز. نيجي بعد ما يكون عندنا النقاط الأساسية اللي اتكلمنا فيها دي اللي بتشكل البيز، ودي المواضيع اللي لازم يبقى لينا ليها بوليسي وبروسيجر في الدنتال يونتس، نبدأ نتكلم على الامبلمنتيشن. ده دورنا as an infection preventionist، how to implement a policy، how to identify how, when and by whom the implementation will be given or will be evaluated. And the evaluation or the monitoring of implementation
it's very important because it keeps everybody involved and it keeps everybody aware about any obstacles, about any possible barriers, as well as and any intended or unintended impacts of their work. All the elements of the policy should be applied and comply with the hostile scope of service. Usually the implementation, لما يكون بنتكلم على implementation ليها a lot of theories, يعني ليها نظريات كتير قوي انت ازاي تقدر تطبق البوليسي. بس as a systematic احنا عندنا دايما بنمر بستيجز, يعني دايما يبقى عندنا 5 stages how to implement a policy. دايما stage number 0 بالنسبة لنا اللي هي I don't have a policy for such a subject, يعني أنا عندي موضوع واكتشفت اللي أنا as an infection preventionist في ال dental clinic أنا until now I don't have a policy, I don't have a specific policy. فده أنا كده stage 0 في implementation. والله خلاص بدأت أنا as an infection preventionist مسؤول to start to develop a policy related لل certain subject ده. يبقى أنا خلاص أنا جهزت البوليسي, بدأت يعني أراجعها وأكتبها بناء زي ما اتفقنا على المعايير وعلى الجايدلاينز اللي طلعت وعلى الـ accepted reference وعلى السكوب اوف سيرفيس بتاع المنشأة اللي أنا فيها. جهزت السياسة, هنا أصبحت stage 1, أنا وصلت لـ stage 1 في الـ implementation process. بعدين البوليسي دي اتراجعت, يعني انا بعتها ارسلتها للكي بيرسون اللي في المنشاه فور ريفيوال اند ابروفال, وخلاص هي ريفيود وابروفال باي ذا هايست اوثورتي في الدنتال سيتنج, خلاص واصبحت فاليد واوفيشال. هنا اصبحت انا في المرحله اللي بنسميها ستيج 2. تبدا هنا مرحله ستيج 3 وهي التريننج. لازم ابدا خلاص البوليسي اصبحت فاليد وأوفيشيال, أبدأ أدرب العاملين على السياسة دي, النقاط المهمة وإزاي نقدر نطبق السياسة. ولازم تسمع الفيدباك, لأن في الفيدباك ده هي الهدف من التدريب اللي هم يبقوا أوير بالتفاصيل السياسة مش يحفظوها. لازم يكونوا عارفين إن السياسة دي تتكلم عن إيه وإزاي نبدأ نطبق السياسة دي مع بعض. ففي بعض الأحيان في الفيدباك and we can disclose some obstacles, إيه هي البارير اللي ممكن تمنحهم من تطبيق السياسة دي, ودي ممكن تساعدك بعد كده في الامبلمنتيشن في التريننج. ممكن من الفيدباك ده تقدر تريديزاين التريننج بروجرام عشان تقدر تو اوفركم البوسيبل باريرز فور امبلمنتيشن. خلصنا مرحله التدريب والتريننج والاويرنس والادوكيشن, هيجي الستيج نمبر 4 في الاخر اللي هي المرحله الخامسه الاخيره وهي الايفالويشن. خلاص انا اي نيد بقى تو مونيتور البرفورمانس بتاع الستاف regarding the policy دي, وتبدأ تقيس والله لا فعلا البوليسي it's well implemented ولا still I need to improve the implementation. فدايما احنا بنمر بالخمس مراحل دي عشان نتأكد ان البوليسي في الاخر it's well implemented. نيجي لي الكواليتي انفكشن كنترول بروجرام. طبعا الكواليتي اتس اور لايف, يعني از ان انفكشن كنترول اصلا احنا وي ار براكتسينج كواليتي افري داي ان اور ورك. امبروفينج الكواليتي اوف بيشنت ستاي كونسنتريتس اون بريفنتينج البيشنت اكسبوجر تو انفكشوس ايجنت. فده الهدف الاساسي من الكواليتي دنتال يونتس او الدنتال سيتنجز, ان احنا نمنع تعرض المريض للامراض المعديه. مع أي initiative with any quality improvement initiative, the organization should generate a baseline data and measure results post, pre and post implementation of any improvement strategies. وده الهدف. دايما في basic كده concept في quality بيقول إن أنت you cannot improve, يعني you cannot improve what you cannot measure. فعشان تبدأ تحسن لازم تقيس في الأول. أنا الدنيا معايا ظلمة مش عارف حاجة, عمي ما أحسن حاجة أنا ما عنديش data. فده الاساس, ده البيزك. فمع اي انيشيتيف اللي احنا عايزين نحسن حاجه لازم يكون عندنا بيز لاين داتا الاول, والبيز لاين داتا دي نبدا نحللها ونبدا نقول اه لا فعلا انا عندي مشكله لازم ابدا اشتغل على تحسين المشكله اللي عندي دي. انا عندي دايما بنسميها opportunity for improvement, انا عندي فرصه للتحسن, عندي فرصه للتطور. وهنا ابدا اقيس والله بعد ما عملت بعد ما اشتغلت على الامبروفمنت استراتيجي على مشاريع التحسين على الموضوع السيرتنج سبجكت ده,
ابدا اقيس والله الداتا بتاعتي قبل وبعد مشروع التحسين ده عملنا ايه؟ هل مشروع التحسين ده كان ليه فعلا بوزيتيف امباكت والبروبلم خلاص سولفد او النتائج بتاعتي اتحسنت ولا لا؟ ومفيش مشكله لما نقول انا دخلت بمشروع تحسين وبعد اللي هو بنسميه البوست امبلمنتيشن او امبروفمنت استراتيجي ما حسيتش ان فيه تاثير او الداتا طلعت لي اللي لا مفيش فرق، هنا ساعتها لازم ارجع افكر تو ريديزاين، ابدا اعيد تفكير لان ريديزاين امبروفمنت تول اللي انا اشتغلت بيها دي. وتعالوا نتكلم على التولز اللي ممكن نستخدمها في الكواليتي تول بوكس، بنسميها كواليتي تول بوكس، صندوق الجوده دايما في شغلنا، واعتقد كلنا بنمر بالنقاط دي او استخدمنا الادوات دي في شغلنا. في عندنا حاجه مهمه اسمها استراتيجيك بلان. استراتيجيك بلان هي في الاساس زي ما مكتوب عندكم في السلايدز هنا ديترماين الدايركشن بتاع الاورجنايزيشن تو ريتش الجول والميشن والفيجن. فالاستراتيجيك بلان بصفه عامه هي في خطا شائع يقول لك الاستراتيجيك بلان دي بتاعت السيتنج نفسها بتاعت مثلا بتاعت الهوستل او بتاعت اليونتس. هي صحيح بتاعت الهوستل بتاعت اليونتس، بس كل ديبارتمنت لازم يكون عنده استراتيجيك بلان الايند مع الاستراتيجيك بلان بتاعت المنشاه نفسها. فهنا لما نيجي نتكلم استراتيجيك بلان ايه هي باختصار؟ الاستراتيجيك بلان دي هي مجرد هي دوكيمنت بتحدد انا رايح فين في المستقبل، ايه هدفي في المستقبل، انا عايز انا فين دلوقتي وعايز ابقى ايه بعد سنه من دلوقتي، وازاي اقدر اوصل لهدفي ده. بس بكل اختصار، طيب هي اي استراتيجيك بلان بتمر بمراحل، باربع مراحل اساسيه. دايما نقول الاستراتيجيك بلان بتمر بمرحله بنسميها البوزيشن، ديترماين يور بوزيشن، انت فين دلوقتي. لو هنيجي نتكلم for as an infection control unit for example، انا عايز اعمل strategic plan for my unit ولازم تكون زي ما اتفقنا aligned مع ال dental center مثلا strategic plan. فانا مثلا اوكي in my unit انا فين دلوقتي؟ بعدين ابدا احط استراتيجي، انا عايز ابقى فين بعد سنه بعد سنتين من دلوقتي بعد 3 سنين. هو يجو الاستراتيجيك بلان، يعني العرف جرى ان الاستراتيجيك بلان could be 3 years to 5 years. بنحط استراتيجيك بلان. انا مثلا عايز فور اكزامبل والله انا عايز ابقى one of the best infection control unit in my city after 5 years from now. اوكي put a plan، يبقى ده الستيج نمبر 3. يبقى انت بدات بالبوزيشننج، انت فين دلوقتي، بعدين حطينا الاستراتيجي، حطينا البلان، وبعدين تبدا طوال الفترة دي تبدأ to manage and calculate the performance. ده الاستراتيجيك بلان، دي واحدة من التولز اللي بنستخدمها في الكواليتي. في تولز تانية مهمة اللي بنسميها بلان دو ستادي اكت، اللي هي بي دي اس اي او بي دي سي اي، اللي هي بلان دو sometimes بيسموها تشيك اكت. وهنا ده تول مهم جدا بنستخدمه دايما لو احنا عايزين نحسن current process. يعني انا عندي process ومن الداتا بتاعتي شايف ان البروسيس دي فيها problem ومحتاج احسنها. I need to improve a current process او I need to make a change in a process. فده it's a very important in quality tool وبيمر بيه اربع مراحل، اللي هي plan اللي انت بتحط plan وتبدا البلان بتاعتك دي بيزد على البيز لاين داتا. والله I found a certain problem so I will start to put a plan. So ال do هي ال action اللي انت بتستخدمها عشان تبدا اللي هي مرحله التنفيذ. انت حطيت خطه وبعد كده ال do هنا مرحله الاكشنز اللي انت تبدا تحط الخطوات اللي انت هتبدا تنفذها عشان تحقق البلان. الستادي تبدا اللي هي to check the data after your action after the stage اللي هي بنسميها do. تبدا تستادي study الداتا بتاعتك، هل حصل تحسن ولا لا. وهنا من التحسن لو حصل تحسن تبدا تروح للسايكل الثانيه اللي هي اكت. اكت هنا حصل تحسن خلاص اكت، هنا نقول اكت تو هولد ذا جين، يعني ابدا صمم اكشن عشان تحافظ على مكاسبك. طب والله انا في مرحله الاستادي ما وصلتش للنتائج المرجو اللي انا بترجاها مثلا، لا خلاص يبقى هنا في الاكت، هنا اكت اللي انت ريديزاين البروسيس من اول وجديد. اتس كونتينوس سايكل فور ستيجز، وزي ما اتفقنا هي مهمه جدا تو امبروف ا بروسيس او تو امبروف يعني ا كارنت بروبلم. في عندنا في تول تانية اسمها سوات اناليسيس، اللي هي سترينث ويكنس اوبورتيونيتيز ثريت.
السوات اناليسيس ده واحده من ضمن الاستراتيجي تول. يعني انت لما جينا اتكلمنا في الاستراتيجيك بلان قلنا ان احنا بنشوف احنا فين دلوقتي، عايزين نعمل ايه، ويلا نحط بلان، ويلا نقيس احنا ماشيين ازاي. فدايما يلا نحط بلان دي بنستخدم ساعات السوات اناليسيس في الاستراتيجيك بلان، وممكن نستخدمها لحالها السوات اناليسيس. السوات اناليسيس من اسمها هو عباره عن تول برضو لذيذ جدا، بتقيس بيه 4 حاجات، يعني زي بوكس كده بتقيس بيه 4 حاجات. بتقيس بيه السترينثز، نقاط قوتك، الويكنس، نقاط ضعفك، الاوبورتيونيتيز، والله الفرص اللي ممكن متاحه حاليا، والثريتس، التهديدات اللي ممكن تقابلني حاليا، وتبدا تحددها. والهدف منها هنا تو انفستيجيت. سام تايمز احنا وي ار يوزنج برضه الاشارات اناليسيس تو انفستيجيت بابليك هيلث ايشو او تو امبروف ان اوت كم. الاشارات اناليسيس حلوه جدا، ممكن الواحد يستخدمها على المستوى الشخصي، يعني اللي هو يبدا يحسن. حتى انا شخصيا بستخدمها كتير في الشغل، يعني احنا فين، ايه نقاط قوتنا مثلا، لما نيجي نعملها على القسم، ايه نقاط قوتنا كتيم، ايه نقاط قوتي كانفكشن بريفنشنست، ايه نقاط الضعف، ايه والله فرص اللي ممكن تقابلني، ايه نقاط قوتي مثلا، انا عندي باشن، انا مهتم ان انا اتطور في مجالي. نقاط ضعفي ممكن اكون لا محتاج ان انا ابقى مو كواليفايد. الاوبورتيونيتي في فرص تدريبيه ممكن تكون متاحه الفتره الحاليه. الثريتس والله لا ممكن اكسل بسبب الورك لود. هي دي كده بتتقسم كده، وتبدا تحط خطه ازاي تو اوفر كام الثريتس دي، وازاي تحسن الويكنس اللي عندك باستخدام الاوبورتيونيتيز. الروت كوز اناليسيس دي واحده من ضمن الحاجات اللي بنستخدمها في شغلنا، بس يوجوالي الروت كوز اناليسيس دايما بنستخدمه لو في ميجر انسيدنت، بنسميه ساعات سنتينل ايفنت. لو في سنتينل ايفنت ممكن نستخدم، يعني ده لازم نستخدم فيه الروت كوز اناليسيس. الروت كوز اناليسيس يعني هو بالعربي بيقول لك احنا ديجنج تو روت ريتش ذا روت، يعني انت بتحاول توصل لجذر المشكله. ليها طرق كتير، يعني في مثلا بنستخدم حاجه اسمها فايف وايز، يعني بنستخدم الفايف وايز اللي هو مثلا انا بنستخدم ليه، كلمه ليه دي على طول واي. فهنا هنا بيقول لك بروسيس takes a retrospective look to adverse outcome to determine what happened, why it happened, what an organization can do to prevent this situation from re-happening again. فممكن نستخدم طريقة الـ 5Y. مثلا نقول مثلا أنا صحيت الصبح جيت أدور السيارة لقيت السيارة ما بتشتغلش. Why؟ أصل البطارية خربت. طب why؟ البطارية خربت. عشان مثلا ممكن يكون في وصله ما راحت، البطاريه خربت. طب واي الوصله دي خربت؟ تفضل ماشي كده لغايه ما تقول لا في الاخر السبب ان انا ما بعملش مينتننس ات ريجولار فريكونسي. يبقى هو ده كلمه 5 واي. دي طريقه اسمها 5 واي. في طريقه ثانيه بيسموها فيش بون دايجرام اللي هو عظمه السمكه، او المسميه بالعالم الياباني اللي اخترع او اللي صمم الدايجرام ده اللي هو ايشيكاوا. وهنا بنقسم زي عظمة السمكة، بنقسم أي بروسيس لست نقاط أساسية اللي هي people ولا process management. ونبدأ نشوف والله عندي مشكلة حصلت، أبدأ أشوف والله المشكلة دي حصلت ليه. هل عندي مشكلة في الـ process، عندي مشكلة في الـ people، في الـ training of the people، عندي مشكلة في الـ equipment، عندي مشكلة في الـ training، وهكذا. وفي حاجه اسمها تري دايجرام، يعني هم دول اشهر 3 تكنيك تقدر تعمل بيهم الروت كوز اناليسيس. تري دايجرام ده بنبدا نقسم، يعني بنبدا بنقطه ونبدا نفرحها زي فرع الشجره، وكل نقطه نفرحها وهكذا لغايه ما نوصل للاسباب اللي ممكن تكون مسببه لي المشكله دي. من اشهر زي ما قلت لكم، من اشهر الحاجات اللي ممكن نستخدم فيها الروت كوز اناليسيس هي الميجور انسيدنت او السنتينال ايفنت. يعني ممكن نستخدمها في الميجور انسيدنت والسنتينال ايفنت. الميجور انسيدنت ده يعني انسيدنت ميجور وي كان نوت اكسبت ات اول، فلازم نبدا نبحث عليه. يعني هو بنسميه ميجور انسيدنت، بيعمل سايد افكت، والسنترال ايفنت ده كود ليد اللي هو فيه بيرمننت لوس اوف فانكشن او ديس ان اكسبكتد ديس للبيشنت. فتخيل واحد راح يعمل اكستراكتد توث دايت، فده بالنسبه لنا سنترال ايفنت. الجاب اناليسيس، الجاب اناليسيس كنا بنستخدمها في البدايات، يعني يجي انا مثلا في نيو بروسيس او نيو تكنيك، ابدا اعمل جاب اناليسيس. والجاب اناليسيس هنا الهدف منه ان انا عايز اقارن ما بين البيست براكتس وما بين الكرنت براكتس دلوقتي بتاعي. انا ايه هي الاوبستكلز، ايه هي الاريا فور امبروفمنت اللي ممكن اوصل لها عشان اوصل للديزايرد او البيست براكتس ده. فيليور مود افكت اناليسيس
ده واحد من ضمن التولز اللي بنستخدمها، الامبروفمنت تول اللي بنستخدمها، بس بيبقى برو اكتف. وهنا بيفرق عن البي دي اس اي، ان البي دي اس اي هو رياكتيف تول. يعني انا عندي مشكله ما، ايدنتيفايد المشكله، يلا نحسنها. البرو اكتف تول اللي هو الاف ام اي اي، الفيلير مود افكتيف اناليسيس، ده تول احنا بنستخدمه عشان نحسن حاجه هي حاليا في الوضع الحالي ما فيش مشكله فيها. وي دونت هاف ا بروبلم، اتس برو اكتيف بريفنتيف، لكن انا اي نيد تو بريفنت ا فيلير كود هابن ان ذا فيوتشر. وفي التشيك ليست والجايدنج دوكيمنت، وهنا التشيك ليست انا بستخدمها از ا كواليتي تول تو ستاندردايز البروسيس اوف مونيتورنج. ودي اكزامبل للتشيك ليست اللي ممكن نستخدمها، والهدف من التشيك ليست، وده التشيك ليست بتاع الايكا تول. الهدف من التشيك ليست دايما انت يو نيد تو ستاندردايز البروسيس اوف مونيتورنج، لانك انت ما ينفعش تنزل معتمد على الذاكره، هتنسى حاجات، فلازم تكون عندك ستاندردايز تشيك ليست، فبالتالي يبقى عندك ستاندردايز مونيتورنج، هتطلع داتا فاليبل داتا وفاليد داتا. ونيجي للإدوكيشن. الإدوكيشن هنا كل الدنتال ستاف should be aware about the procedure required to prevent the injury, transmission of infection, وكمان to understand why the procedure دي are necessary. فالتريننج لازم equip the staff to understand the process of infection, how to, the infection are transmitted, and how the practice policy على ال on sterilization of infection control, what PPE is required, what action is necessary in event of any incident. البيرسونال سيفتي، اتكلمنا على البيرسونال سيفتي، فلازم البيرسونال سيفتي تريننج والبولسي الاول تو ديفلوب البولسي، وبعد كده نبدا مرحله التريننج اللي هي لازم نتكلم على الفاكسينيشن، مانجمنت اوف اكسبوجر للانفكشن والبوست اكسبوجر بروفلاكسز، وكمان الورك انسبكشن، ولازم تو كومبلاي مع الاوشا بلاد بورن باثوجين ستاندردز. ونيجي للستاندرد بريكوشن اللي هي دكتور محمد تطرق ليها بالتفصيل، بس احنا بنتكلم هنا على الاربع نقاط الاساسيه للستاندرد بريكوشن. الهاند هايجين اللي هو الموست امبورتنت ميجر تو بريفنت السبريد اوف انفكشن امونج بيشنت دنتال ستاف، البي بي اي اتكلمنا عليها، الريسبيراتوري هايجين والكاف اتيكيت. وهنا دي الميجرز اللي لازم تكون واضحه، تو كونتين، واضحه للستاف، واضحه للفيسترز والبيشنت، هاو تو كونتين الريسبيراتوري سيكريشن ان ا بيشنت اند هيز كومبانيون who could have a sign and symptoms of respiratory infection. Will respiratory etiquette instruction or poster should be available at the point of entry in dental clinic. ولازم تكون continuous throughout his visit. يعني لازم تكون موجودة في من أول مدخل الكلينيك وفي الويتنج area وفي العيادة as a reminder. Sharp safety, most exposure in dental are preventable. عشان كده each dental practice should have a policy and procedure زي ما اتفقنا available. Especially كمان ال handling with sharps in a safe manner. And dental staff should be aware about the risk of injury whenever the injury or whenever the sharps are exposed. When using or working around the sharps, and كمان they should have the precaution while they are using the sharps, while they are cleaning sharp objects, and during the discarding and disposal. ونيجي للبروجرام ايفالويشن. خلاص انا عندي البوليسي وعندي البروجرام وجهزت التريننج، هنا نبدا نتكلم على البروجرام ايفالويشن. البروجرام ايفالويشن لازم يكون عندي روتين ايفالويشن للانفكشن كنترول بروجرام، انكلودنج ايفالويشن اوف ذا دنتال ستاف بيرفورمانس اند ادهيرنس للبوليسي والبروسيجرز. كمان لازم يكون عندي سام تولز بستخدمها فور ايفالويشن، زي مثلا الاوبزرفيشن اسسمنت، التشيك ليست زي ما اتفقنا عليها بنستخدمها في المونيتورنج اند ايفالويشن. كمان واحده من ضمن الحاجات اللي ممكن اعمل بيها ايفالويشن تو ماي بروجرام اللي انا يكون عندي داتا على الاكسبيشنال اكسبوجر للبلاد بورن باثوجين، واي كان يوز التشيك ليست، اي كان يوز الدنتال انفكشن كنترول اوديت تول فور ام او اتش، اند اي كان يوز ايفن الهاند هايجين مونيتورنج اند كومبلاينس، اند موست امبورتنت كمان اي كان ديفلوب بيرفورمانس انديكيتورز. ولازم يكون البيرفورمانس انديكيتور يكون معبر عن الـ Evaluation and Infection Control Program. نيجي نتكلم على الـ Sterilization و Disinfection للـ Patient Care Settings. هنا الـ كلمة Cleaning، Cleaning بصفة عامة اللي انت ازاي تقدر Remove الـ Derbs، بس مش أكتر من كده، ازاي تقدر Remove الـ Derbs Organic Material من الـ Instrument Before Handling، Before Doing the Next Step اللي هي Disinfection or Sterilization. especially كمان اللي في بعض الانسومنت بيبقى فيها blood, saliva and other organic substance. وهنا الorganic substance دي لو انا ما قدرتش اعمل لها cleaning probably
هنا الاورجانيك سبستنس will act as a shield and will potentially compromise the disinfection and the sterilization process. الاورجانيك ماتيريال الدماء او الصلايبه او الاورجانيك ماتيريال دي بتبقى دافع للمايكرو اورجانيزم، تقدر تقاوم الكليننج ايجنتس، فيقدر تقدر تحمي المايكرو اورجانيزم. فده الهدف، اللي انت تشيل كل الاورجانيك سبستنس دي اللي ممكن تاثر على فعاليه عمليه التطهير او عمليه التعقيم، وتبدا تيجي العمليه الثانيه اللي هي التطهير والتعقيم. البيشنت كير ايتمز اللي هي الدنتال انسترومنت الديفايسز زي ما اتفقنا بتتقسم اكوردنج لسبالدنج كلاسيفيكيشن لثلاث انواع، الكريتيكال والسيمي كريتيكال والنون كريتيكال. ولو جينا قسمناهم بسرعه، اللي هو الكريتيكال هنا زي ما اتفقنا اللي هو بنتريت التيشو، بيخش في اوبن تيشو زي مثلا على سبيل المثال السيرجيكال بروفز، الفايلز، النيدلز، الهاند بيسز، السكيلرز. وهنا الريسك اوف ديزيز ويل بي فيري هاي، عشان كده الكريتيكال لازم لازم نختار اعلى حاجه عندي اللي هي الاستراليزيشن فور ديلينج مع الكريتيكال ايتمز. السيمي كريتيكال اللي هي زي ما اتفقنا اللي هي كام ان كونتاكت مع ميوكس ميمبرين او ميكوزا، وهنا زي مثلا نون كاتنج هاند انسترومنت، الماوس بروبس، البلاستيك انجلز، الرابر دام، ودول انترميديت ريسك اوف ديزيز. وهنا ممكن نستخدم نستخدم هنا مرحله اقل من الاستراليزيشن ان امكن، لكن لو انا في امكانيه للاستراليزيشن واي نوت استخدم الاستراليزيشن. السي دي سي والامريكان اسوشيشن فور دنتال ريكومند ان احنا نستخدم كمان الاستراليزيشن whenever possible فور سيمي كريتيكال ايتمز. هنيجي ليه النون انت النون كريتيكال، وده اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو بنستخدمه مع unbroken skin او come in contact مع unbroken skin زي blood pressure cuff, radiograph head او البلس اوكسيميتر. وهنا risk of infection will be low، so احنا we can use هنا low to intermediate disinfectant for dealing with this items. For environmental surfaces, clinical contact surfaces اللي احنا اتفقنا اللي هي مسؤولية dental assistant والhousekeeping surfaces المسؤولية الhousekeeping، هما الاثنين نقدر نعتبرهم low risk of disease، فبالتالي ممكن نستخدم برضو dental sorry low and intermediate level disinfectant. نيجي الاكزامبل، ايه اللي هو required heat، ايه ال representative dental instrument اللي could require heat sterilization between patients uses and other disposable supplies that are single use items. على سبيل المثال انتوا شوفوا في الصندوق في البوكس اللي هو الازرق ده البلو بوكس، هنلاقي الامالجام كارير ده. انتوا في رايكم نستخدم ايه فيه؟ نستخدم شايفين نستخدم ايه فيه؟ الريد فور اكزامبل الميرو ده نستخدم فيه ايه فيه؟ الاير ووتر سيرنج تيب اليلو بوكس نستخدم نستخدم ايه؟ البرنشر جرين بوكس نستخدم ايه؟ كلهم هم متقسمين. يعني مثلا فور اكزامبل الدنتال ميرور اوكي كام ان كونتاكت مع ميوكس ممبرين، فبالثيري احنا ممكن ما نستخدمش استراليزيشن، لكن هي كان ويز ستاندرد استراليزيشن خلاص اي ويل جو فور استراليزيشن. هم كلهم نقبل معاهم الاستراليزيشن لانهم يتحملوا الاستراليزيشن. نيجي للادفانتج والديس ادفانتج للميجر ميثودز اوف هيت استراليزيشن. وهنا انا اتكلمت على بعض الحاجات ممكن تكون بالنسبه لكم هتلاقوها مش موجوده عندنا في مثلا في المملكه، غريبه شويه زي الدراي هيت اوفن مثلا. تعالوا نتكلم على ستيم اوتوكلاف، وده المهم جدا بالنسبه لنا. ايه مزايا، ايه الادفانتج بتاعته؟ الادفانتج اللي هو رابيد تيرن اراوند تايم، لو كوست بير سايكل، في الاوبريشنال كوست از فيري لو، طبعا نون توكسيك ونون هازاردس، ما بيطلعش هازاردس كيميكالز. الديس ادفانتج في بعض الناس للاسف بيحصل لها كروجن بتتاكل او بتصدي، وعشان كده بنشوف ميثود ثانيه في الانسترومنتس دي. وفي بعض الانسترومنت اصلا ما ينفعش ان احنا نستخدمها في الستيم اوتوكليف، يعني كانوت بي يوزد وذ سم انسترومنت لايك اللي هو رابرز اند بلاستكس. في ميثودولوجي ثانيه بيسموها دراي هيت اوفن. الدراي هيت اوفن ده نوع حاجه قديمه، يعني اللي هي كانت بيستخدموا هنا انت في الستيم، احنا وي ار يوزنج بخار، وي ار يوزنج ستيم مينلي فور ذيس انفكشن. الدراي هيت اوفن احنا وي ار يوزنج هيت actually هنا الهيت بتبقى حوالي تقريبا 315 ديجري 315 ديجري فور 1 اور 340 ديجري 340 ديجري فور 1 اور 315 ديجري فور 2 اورز فهو لونج سايكل تايم في الديس ادفانتج بتاعته. طبعا مستحيل تستخدمه مع بلاستكس او رابر،
وكمان في بعض الالات اصلا زي الهاندي بيسز ما تقدرش تتحمل او ويز ستاند البروسيس دي. لكن هو في ميزه اللي هو cannot corrode the instrument, does not corrode the instrument, non toxic طبعا, non hazardous, ولو كوست بير سايكل. ده اصبح من الطرق القديمه جدا جدا في التطهير, ما بقاش موجود, ما زال الى حد ما بيستخدم في بعض الولايات في يو اس اي, لكن ما بقاش ليه الشعبيه زي زمان بسبب العيوب دي, عيوبه كبيره قوي. نيجي للرابيد هيت ترانسفير. الرابيد هيت ترانسفير يعني هو بنستخدم هنا تشامبر زي كده الاستراليزر, وبيعدي بيبقى فيه درجه حراره عاليه وبيعدي فيها الهواء بسرعه كبيره, يعني بنسميها فورسد اير دراي هيت, وهنا السايكل بتبقى فيري شورت اكشولي, ممكن تصل الى 6 مينتس, يعني فيري شورت سايكل, والايتم بتطلع دراي افتر ذا سايكل, عكس مثلا الستيم اوتوكليف انا محتاج فتره بيطلع بنسميه مويست, بيبقى فيه رطب شويه, فبنحتاج فتره دراي قبل ما نبدا ننقله, يعني قبل ما نبدا نعمله ديسباتشنج او نسلمه للكلينكس. هنا الايتم تطلع دراي, بس في عيب ان الايتم لازم بعد كده, يعني يو كانوت, هو very fast, فانت يو كانوت guarantee sterilization after the cycle لان هو unwrapped, فهنا وبرضه من ضمن عيوبه كانوت sterilize الليكويد, ده مش البلاستيك, ده مش الرابر, طبعا الدور كانوت open before the end of the cycle, طبعا small capacity, هو بيبقى حجم الجهاز صغير جدا شبه المايكرويف كده, ف small capacity by cost. طبعا الايتم زي ما اتفقنا بتطلع unwrapped, فبعد ما مجرد لا طلعت انت يو كانوت guarantee sterility خلاص. عشان كده هو استخدامه صح محصور في ان في بعض برضه الاماكن, ومش في المملكه, هو يعني بعض الاماكن مثلا في يو اس اي بيستخدموه بيفور الباجنج, بيفور السيريزيشن, يعني المرحله قبل ما اروح للاوتوكليف, يعني مش اكثر من كده دلوقتي ده استخدامه يعني. وفي الان ساتوريتد كيميكال فيبر. الان ساتوريتد كيميكال فيبر ده اكشولي هو يعني مرحلة بصراحة أصبحت أوبسوليت, يعني هو بس كان ليه أدفانتج, بس خليني أكلمكم عليه. هو الأنساتيوريتد كيميكال فيبر ده برضه كان عبارة عن محلول كيميائي كان بيتسخن, كان غالبا بيبقى الكحول مع فورمال دهايد, والفورمال دهايد بيبقى 0.2, يعني بيبقى ميكس ما بين الكحول وفورمال دهايد, وبيتسخن المحلول الكيميائي ده heated a chemical solution in a closed chamber, pressurized chamber. فالميثود دي كان لها ميزات, ان هي طبعا التيرن اراوند تايم بتاعها سريع جدا, ليس كروزيف للانسترومنت, والانسترومنت كان بتبقى دراي افتر ذا اند اوف ذا سايكل. لكن فيها مشكله, فيها مشاكل كبيره, ان التكنيك ده بيطلع توكسيك هازاردس كيميكالز وريكواير فيومز فنتيليشن, فبالتالي اصبح يعني برضه اوبسوليت وبقى ليه يعني محاذير كبيره في استخدامه. دكتور محمد خلاص انا فينيشت اوريدي. نمبر 8 اللي هو لاست وان اللي هي الكليننج, وكان اتكلمت عليها باختصار ان الكليننج ده احنا بنشيل الدربس من الاسطح الديس انفكشن, نبدا نقتل الميكروبيا لايف ما عدا السبورز, البكتيريا السبورز, وتيجي اخر مرحله اللي هي الاستريلايزيشن, وهنا نقدر نقتل بيها السبورز. الووتر كواليتي يونت اتكلمنا عليها برضو بالتفصيل, احنا ازاي بس لازم نتكلم عليها بالسياسه, احنا ازاي نعقم, مين المسؤول عن التعقيم والفريكوانسي والاكسبتد رينج. لما نيجي نعمل تيست الاكسبتد رينج هنا دنتال يونت شود هاف ا سيستم تو تريت ووتر تو ميت الدرينكينج ووتر ستاندرد, وهنا المعايير هنا في المملكه اللي هي تبقى ايكوال او ليس ذان 500 كولوني فورمينج يونت في هيتيروتروفيك ووتر بكتيريا. Dental water line لازم زي ما اتفقنا لازم تعملها بيرج ديلي and at the end also of the shift. والwater line ممكن نتعملها disinfection weekly according to the manufacturing instruction, والwater samples collected and tested for monitoring its quality. دي المصادر لمحاضرتنا, وانا عندي بعض الوقت نقول MCQs ولا لا يا ايوه يا دكتور عندك 3 دقائق. طيب حلو, ممكن ناخد الام سي كيو ده. يعني انتوا شايفين الدنتال هاند بيس شود بي هيت استرلايز بتوين البيشنت, انت شايفين الجمله دي صح ولا غلط؟ يعني انا مش سامع اجابات.
هي صح تمام، واحنا اتفقنا ان الدنتال هاند بيس ريكومندد من السي دي سي مع انها سيمي كريتيكال، لكن هي ريكومندد من السي دي سي ان هي تبقى استرلايز بتوين البيشنت. عندنا السؤال الثاني اللي هو عندنا الدايركتور اوف انفكشن بريفنشن اند كنترول اسايند وان اوف ذا انفكشن بريفنشنست تو كو فاسيليتيت الروت كوز اناليسيس. ده كان سؤال عندكم في البري تيست، وعشان يعمل اناليسيس لادفيرس ايفنت ان كولابوريشن مع البرفورمانس امبروفمنت تيم. الاي بي بلانز تو يوز وان اوف ذا تولز فور بروسيس امبروفمنت ديورينج الاناليسيس. انتوا شايفين وات كايند اوف ميثود اللي هي والبيست اوتلاين البوسيبل كوز اوف ذا ايفنت، البرين ستورمينج ولا الافينيتي دايجرام، الفيش بون دايجرام ولا البريتو تشارت؟ برضه انا مش سامع اجابات للاسف، بس هنا يعني من المحاضره من هنا احنا بنستخدم ايه اللي هو الروت كوز اناليسيس، فواحده من ضمن دكتور على سي الجواب. اوكي برافو عليك، سي الروت كوز اناليسيس، برافو عليك. خلاص اخر حاجه، اخر سؤال عندي، لما نيجي ننقل الترانسبورتيشن للسي اس اس دي، وانت شايف الترانسبورتيشن ده نوت اكسبكتد اللي هو يبقى ويزن 2 اورز، فالدنتال انسترومنت هنا شود بي ديسبوزد ولا كليند اند ديسانفكتد باي يور سيلف اند سند تو ذا سي اس اس دي، ولا سبريد ويز ترانسبورتيشن جيل اور سبراي بيفور سندنج للسي اس اس دي، او نون اوف ذا ابوف؟ وهنا برافو عليك، وهنا الاجابه تبقى سي اللي هي لازم، اللي احنا طالما الترانسبورتيشن هيبقى مور ذان 2 اورز يبقى لازم تو بي سبريد مع ترانسبورتيشن جيل بيفور سندنج للسي اس اس دي. خلاص انا جاي عشان الوقت، يعني انا